حلو. بنحكي بالتيوبل. التيوبل هو بيكون في عنا parentheses أو بيكون في عنا many elements بيعرفوا، يعني مثلا هيدا تيوبل، اوكي تيوبل هيدا مثلا هيدا string a وهيدا رقم 2 أو بس هيك. اوكي فإذا بنقول له type هلا أكيد حيعمل error هون صحيح، ف type لمين؟ لهيدا التيوبل اللي بقلبه. لا ما أخذها هلا صح، فإذا تيوبل. طيب طب إذا بنعمل هيك، إذا نعمل تايب لهيدا، هلا هيدا منه تيبل، أنا هي الفكرة اللي بدي أقولها، هيدا سترينج، لأنه هيدي هي ذاتها هيك، لأنه هيدا البارانتيسيز جواني ما له قيمة. طيب لحتى أنا إذا تبارك عم بيقول تيبل بقلبه إيلمنت واحد، ساعتها أنا أكون مجبور إني أحط ودان بياكلها هاي، ساعتها مجبور أحط كما هون، ساعتها هلا صار تيبل. هاي الخبرية اللي بيلحق هون بهالكويستن هيدا حاطين معلومات، هالمعلومة يعني عم يحكوا فيها، وهي جود براكتس يعني انه واحد يحط فاصلة حتى لو كان مثلا مؤلف من، بس اذا كان على element واحد وبدنا قصدنا فيه tuple ساعتها مجبورين نحط comma، ولكن بماني elements كمان منيح نحط comma ولبل الافضل بصراحة لفيه لأسباب، يعني بس من هالاسباب العظيمة بس انه الأفضل، ومش ضروري طبعا. فبنستغل الفرصة بركي بحكي عن الشيب. فإذا نحن مجددا عنا الباوندز بنقول هو array بقلبها، هي numpy array، فبقلبها هي numpy array. فإذا أنا لو البرنت بيطلع منظر أحلى. طيب لأنه ما بنشوف فيها فواصل هاي مهم. ف اوكي طب اذا انا عندي array تانية مثلا خلينا نسميها array A، وهيدا ال array A اوبس انا لحظة شوي ما قلنا له print هي إذا بدنا. فإذا هيدي الري هل بهيدي البوينت هي الفلوت ما لها قيمة. فإذا طيب نحن نعرف إنه بهذا الباوندز نفسها أنا في له هون شيب وبيعطيني الدايمنشن تاعه 2 رو 2 كولم. فإذا مهم، فإذا هون بنقول له مثلا هذا الري وهون نحط له مثلا 2.3 اوكي نقول له اي يلا بأثر و دوت شيب يطلع 2.1 اها اوكي اها ليش حاطة 2؟ هلا هو element اوكي لانه هيدا اصلا منه ماتريكس. اذا بدنا نعمله مثل مثلا وهذا شيء منطقي على فكره، انه هيدا في دايمنشن واحد، هلا هو تيوبل لانه هو بده يرد تيوبل، هاي كل القصه انه لانه شيب، ولا هو بالحقيقه هو دايمنشن واحد مش هيك حط 2 على الحل. فاذا انا قصدي انه هو انه مثلا بدي يرد 2 1 مثل انا كنت منتظر خطأ طبعا، هلا حيرد 2 1 هيدا نشوف، عفوا 1 2 لانه 1 رو 1 وكولم 2. فهلا اعتبروا انه لانه هي بالحقيقة هي مثل كأنه واحد عم بيقول هون فاصلة كمان، اوكي انه حتى بالليست كمان فيها نحط فاصلة بس مانا ضرورية بالليست على ما يبدو، هي الليست فما ضرورية قد ما هي ضرورية هون بالتيوبل. إذا واحد قصده هيك إنه
هيضل يرد لي نفس الشيء. هي هذا 1 2، بس هاي اللي حبيت ضوي عليها انه الفاصلة اذا عندي انه هنا هون هي يعني هي list of list، وهو فهمان كتير منيح انه هي list of list خلافا لها، يعني خلافا لها اذا كان عندي خلافا لها هذا ما بفهمها list of list، لانه البارنتسيز لها معنى بعالم البايثون وهيك، ف انه لها معنى انه مثل انه هي مثل شو انه مثل الاوبجكت انه هو هيك، بس مش ما لها معنى tuple بالضرورة الا اذا كان في عن جد tuple مثل الفاصلة. اوكي بس هاي اللي حبيت اقوله وبس هذا كل شيء. فاذا بدنا بعد نحكي بالشيب اوكي حطيناهم 2 2 و هاتا حط واحدة فاضية ما حتفرق شيء، هذا معقول يقبلها؟ هذا يمكن يعرف يسويها، بس هذا موضوع تاني. صار له علاقة بالاري بالنمباي اري، ما اعرف اذا برد ايرور 2. اوكي هذه صعبت الحياة اكتر هلا علينا، انه هيدي صارت هي زيتها هيك. انا بعتقد انه هو تعاطى معها بطريقة ما العلاقة بالنمباي ار بال 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 بالنمباي ار، لانه انسى موضوع الشيب اللي طبع لي اياها مثلا. هي list of two element list of two lists، واحد empty list واحد هيك as array هي numpy array. اوكي صحيح مزبوط، لانه ما رد ما بيرد error بيرد list of list. يعني ادمي انا محله كنت برمي error، بس لانه احنا عادة ما بنرمي error لما بيكون شكله مثل matrix، بس اذا كان شكله خربان مثل هاي مثلا كمان list of list. بس لما نقول له ست طبعا هذا هي ما له علاقة باللي كنت عم بحكي عنه، مثلا 5 هيدي بعتقد منيحة. اوكي تمام، واذا منكرر اياها ماشي. انا بس عم بتدرب على الشيب، خلينا نكررها هيك ونقول له دولاب شيب. اوكي مظبوط 3 رو 2 كولم. اذا بنقول له بعد فاصلة هون فاصلة واحدة مع فاصلتين بيمشي الحال، فهيدا بيعني انه بعد نحنا نزلنا صارت 4 مثلا. هاتنا نشوف، لا ما كتير الا معنى هاي، لانه اذا انسى الشيب هي ردتهم هيك، اذا بتقول له فاصلة ما حيتغير شيء. اوكي وهل كنا عم نحكي انه فيك تحط فاصلة بالاخر ان كان ليست او ان كان tuple، يعني فيها نحط فاصلة بالاخر وهذا كل شيء.